اوعى الشاوي. موظف جديد فين؟ واحدة سبرتاية الزبون هو اللي هيشربها. انا قلت اعمل لهم جو الفلاح. لازم الزبون دايما على الحق. هتحل ولا اعمل مشكلة في المطبخ؟ يا انا ممكن هو ايه اللي سفير؟ انت بتقول الاوردر السفير؟ ده السفير هيجي ياكل هنا؟ طالب بقى. انا عايز اتكلم حالة الطارق في المطبخ. توبنجي شيري، توبنجي فراولة. احترم نفسك يا عمو. انا متوتر عشان واقف مع الوزير. انا طالب واحد بيك اب دلوقتي. هو بالزبادي. اوه ايه؟ هوقع الملوخيه على نفسي. يريوي. اي ام وركينج هير توداي. ويلكم تو ايجيبت مستر سفير. ايو اهلا بكم في فيديو جديد ومختلف، عشان النهارده هشتغل في الكوخ. في كتير زي بتشطشط لمين؟ بتشطشط. انا شايف ريحه الشطه، انا شايف، انا مش حاسس ان القهوه بتولع. بتشطشط بتشطشط. نورتنا يا فندم. هما فتحوا فرع جديد في الزمالك في عمارة اسماعيل ياسين في الدور الرابع هنا، ومحتاجين عمالة، فيلا بينا نشوف الحوار ده. السلام عليكم. صباح الفل. الأخبار فين؟ الشغل مستر إيهاب صاحبي المكان في البلكونة. السلام عليكم. طب انت قاعد تشتغل؟ انا شغلك النهارده، بس بلاش تزفر علوز واتحرك حاجه من مكان. الحاجات دي كلها غاليه واثار. اثار؟ روح اشتغل. طب يونيفورم. ايه ده؟ في كتير زي الشخره. يا اخي بالله عليك كيف تفكر ملبسني يونيفورم زي الناس؟ انا عايز حاجه سبيشال. عايز حاجه سبيشال؟ كده زي الفل. تسلم ايدك. يلا بينا على الشغل. بقول لكم ايه مستر اب، بقول لكم حضروا لي الفطار. فطار ايه؟ انت مين اصلا؟ الفطار الاوريان وشويه انا في البلكونه هنا. ماشي حبيبي. A few moments later. بقول لكم ايه مستر اب، بقول لكم حضروا لي الفطار. فطار ايه؟ انت مين اصلا؟ اسمع الكلام بدل ما اجيبه لك. شويه بيض وفول وحاجات من الحركات دي. انا في البلكونه هنا. ماشي. ومين اللي بعتك؟ الموظف الجديد فين؟ معلش اختفى. اختفى. ماشي. بتعمل ايه؟ بقى انا قلت لهم حضر لك اكل. ايه اللي انت لابسه ده؟ خلص وتعالى لي. يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ انا تمام في الشغل. مين؟ فين الشغل؟ فين الناس؟ ايه؟ شاهد المسؤول عنك النهارده. يا شاهد. مين؟ شاهد؟ ايه الدنيا؟ خد اقف على الباب ودخل اي جس يجي. ماشي حاضر. خد. يا مساء الانوار. صباح الفل. تحبوا تقعدوا في القعده العربي؟ عندنا قعده عربي ولا اروع. افطروا الفطار الايه؟ الاورينتال ولا الفطار الفلاحي وفطير وعسل؟ لحظه واحده والفطير والع. سلام عليكم. الو السلام عليكم. اؤمر يا جميل. اتنين فطير بالعسل وفلاحهم. اتنين فطير بالعسل. انا قلت اعمل لهم جو الفلاح. السلام عليكم. كسفوش بقى. انت فاكر مراتك؟ مرحبا يمنا ما نقدروش بدم نص قمره. امين. انت عرفت الفرع ازاي بقى؟ ده لسه فاتح. عندهم بقى شاي بحشيشة الليمون. اقوم اجيب لكم اتنين حريق. ايه الله 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 ساترك يا ربنا. السلام عليكم. الشاي. بص بقى هنا بيتقدم بطريقة يريهوي. والله لسه مؤلفة حالا. ده بقى شاي بحشيشة الليمون تشربوه والدماغ ايه؟ الناس بيقول عليه سامورجية.
حمرجية. بتعمل ايه؟ انتوا مبسوطين يا شباب؟ استاذنا بقى عشان الجلابيات وسخت عسل. سلام عليكم. انت بتعمل ايه؟ بتعمل مع الناس؟ ما احنا اشتغل ما هو انت اشتغل ولا اشتغل؟ اساسا صباح الفل. شكرا يا اخي. لازم نعمل معاك الانسانيه. تشرب ايه يا باشا؟ ولا اي حاجه يا باشا. والله بقول لك ايه، فينا بيعملوا سبرتاب. بتعرف تعمل القهوه؟ تعملها انا، احنا بنجيبها وانت تعملها لنفسك. تعمل ايه؟ في قهوه هنا بتتعمل امل. امل في قهوه هنا بتتعمل على السبرتايه وبتاع، والزبون بيعملها ولا انا صلحته؟ لا في طبعا في. ها طب واحده سبرتايه الزبون هو اللي هيشربها. انت قول بيك اب بقى. روح قول بيك اب هيجيب لك بيك اب. بيك اب بيك اب ما بتقول لي عايز ايه؟ مش شغاله ليه؟ ايه بيك اب يعني؟ جهز الاوردر. يعني هو مش عارف ايه الاوردر؟ بيك اب واحد قهوه الزبون هو اللي هيشربها. اه لازم الزبون دايما على الحق. انا طالب واحد بيك اب دلوقتي. هو بالزبادي. او ايه الدنيا الاوردر بتاع السفير جاهز؟ هو ايه اللي سفير؟ سفير ايه؟ فريق سفير ايه؟ انت بتقول الاوردر السفير هيجي ياكل هنا؟ طب اديني نص يوم بقى. سلام عليك. انا طالب واحد سفير بيكهام. انا اقف استناها. انا قاعد بقالي ساعه يا عم. مش ايوه روبرتو كارلوس سبرتايا. يلا بينا جدا دلوقتي. مديني من غير سكر ومن غير ميه يا عبد الرحمن. هتحل ولا اعمل مشكله في المطبخ؟ يعني انا ممكن اخش حبيب قلبي. سلام عليك. ده ايه بقى؟ قهوه على كيف كيفك حرفيا. طب الفنجان الثاني فين؟ طيب فنجان ما هو اللي انا ما بشربش قهوه فمش عارف والله. طب بس انا ممكن اولعها لك. ايه هو اعمل بقى القهوه بس كده؟ مش ما تشرب. والله انا ما بشربش قهوه اصلا. فانا وريني اول حاجه بنحط السكر ده. اه طيب بنحط ايه؟ توت ميه. سكرك ايه؟ انا خفيف مظبوط. سكر زياده. اه ماشي. اكلت فنجان ايه؟ انا شايف ريحه. انا شايف. انا مش حاسس ان القهوه بتولع. القهوه بتولع يا غالي. هتلاقي بص هتلاقي ايه؟ شايف الوش ده؟ سبرايت روم فرايت؟ يس. الدنيا ضربت. هلو هاو ار يو؟ We're fine. Fine. Enjoy. Welcome. Hi. Hello. How are you? Fine. This my, is guest. My name is Wilmer. I am ambassador to Venezuela here. Yeah. Welcome in Egypt. Cool. How are you? Thank you. 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 خلي بالك من القهوه. خلي بالك من القهوه لو فاضي اوعى تولع فينا. انجوي. ثانك يو. ويلكم. يا نهار ايه كبسه كده. طب افرض كنا بن اشرب. اه يا باشا القهوه مره قوي. لا بصراحه تسلم ايدك. اشربها بقى حبيب قلبي يا فنان. ما لا 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 قهوه ما تحاسبش عليها كده كده مش هتتحرق. حبيب قلبي يا عم اتكل على الله. ايه الاخبار يا فنان؟ مشاوي ملوخية ممبر طبعا يا معلم. ده في ايه ده؟ فين معلم؟ ده في كل حاجه. الكوخ روايه الكوخ وريشه ريشه كمان من عندي حبيبي. اتنين ريشه اودي. اه بس اهم حاجه لبس لايت عشان ثلاثة جزء من الثانية والاوردر يبقى عندك. سلام يا فنان. بقول لك ايه، في واحد هنا في البلكونة طالب. انا عايزك تعمل حالة الطوارئ في المطبخ. ليه؟ في ملوخية وكفتة ومنبار وشواية وعربياتا والحلو بتنجم مخلل. Yes, you are in my family. In your country يعني. In my family. Thank you. عايزين نبل رقنا بأي حاجة. تعالى. وهم مش لاقيين مع السفير كده. السلام عليكم. مين اللي قال لك ده؟ زبون عايز ريد بول. يا باشا عيب عليك. ده الزبون دايما على حق. ايوه حبيب قلبي صباح الفل. ادي له واحده والنبي ريد بول على الاستاذ. ده للزبون يا باشا بديقها له. واحده ريد بول انا ارجعها في الثلاجه. توبنج شيري توبنج فراوله. بتحترم نفسك يا عم. ايه؟ امال ايه الحاجات دي؟ نكهات كده طعم. اه للريد بول. والله يا عم انت راجل محترم. انا طول انا لسه قايل لك عنه ايه؟ راجل محترم اهو. ماشي انا عايز ستوبري بيكانه.
والله العظيم دولي هتعمل ايه مجنون لمنادك يا سلام. لا ما كترش ما كترش حبيب قلبي ده برتقان يا لهوي ده اللي ايوه غرقه تنزل كده تتدلع في ال... يا عم والله والله العظيم انت راجل برنسيس ما ينفع اخد خلاص اشرب كده انا هستطعم دلوقتي خد بالك لا باين البلوكرواسو طبعا البرتقال مدي للكرواسو نكهه كده افتر تيستي جوسي لا والله بامانه الله تسلم ايد الراجل ده تعالى الراجل ده انا بعينه موظف الشهر جدعانه من عندي والراجل ده احسن استرجي في المكان بص كده على الاوردر ثلاثه بيبسي بيكهام واحد مانجا تعرف لا مانجا يا فنان بيكهام انت 13 والقدام على اليمين 13 فيه جوه جوه انت بعتني سلام عليكم حبيبي يا فنان سلمت يا باشا رقم 13 وجبنا العيد واحد ريد بول 41 بيكهام كده كده انتوا بتسوحوني وبت... ازاي ابوس ايدك كده 41 لا بقى يا جدعان انتوا الترتيب هنا مش ماشي حسب الخط 41 نورتنا يا فندم نورتنا تحب حاجه تاني مع الاوردر اسكوزو مو بيكهام في اوردرات تاني واحد ضرب بالخطا سلام عليكم صباح الفل يلا بينا يا اخي حواوشي باللحمه ال هسالك لحمه ايه وجاي باللحمه البلدي يا باشا الاصيله يلا بينا ولع الشوايه اوعى الشاوي ولع الدنيا قاعد عبي شايش جوه ده بتشطشط لمين لبسان ما قالوليش ليه بتشطشط اكيد ليه شطشط ولع الدنيا يا لهوي بتشطشط يا لهوي والله يا باشا ما تخافش يلا يا لهوي بتشطشط تاني بتشطشط تاني بتشطشط بتشطشط الحقهم وهم بيشطشطوا الحقهم وهم ايه ده يا عم هي هي I am working here today. Welcome to Egypt, Mr. Safir. Other friend. What? Other friend. I am working here today because I have a channel on YouTube. Thank you. Welcome to Egypt and go. Studiohat Shed El Hab. Studiohat Shed El Hab. Thank you. Welcome to Kouch and Cairo and Wallat El Dania. Molokia. Yes. Yes, green soup is very famous in Egypt. Yes, yes. Delicious. Yes. You prepared it? He is my Hoya. Hoya. But he has hair. Hoya. I can't understand. Molokia is my brother. Yeah, okay. I don't have it. Okay. أنا متوتر عشان أروح مع الوزير. هوقع الملوخية على نفسي. هوقع الملوخية. حبيب قلبي يا فنان أنت أجمد شيف في الشفوفية. هب هب. This my slogan my channel. هب هب. Thank you. Thank you my friend. مين ده بقى؟ يعني جايبين عصفور واحد لما افتح الشباك واطيره لهم دلوقتي بقى انت بتظلم على السفينه تقول له قول السوداء شد الحبل والمساعد بتاعه بيقول لك هنا مرة يالا بره ويب كده يكون الفيديو خلص لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا دلوقتي الجاي وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي ف هب 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 باي باي يا كريم هو قال لي هو ما يعرفكش بس يعرفك بعدين يعرفك بعدين